دكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين بيقول إن الحكومة ممثلة في أكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء محافظة البحر الأحمر بدأت تنفذ أعمال التوسع في زراعة غابات المانجروف على ساحل البحر الأحمر لتعظيم إمكانياتها الاقتصادية. قبل ما أكمل الكلام، إحنا معانا دكتور سيد يا إخوانا، دكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين. مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا بحضرتك. يعني لازم أعرف إيه غابات المانجروف دي من حضرتك، ده أول سؤال يعني. أولا غابات المانجروف دي غابات طبيعية نامية طبيعيا على ساحل البحر الأحمر في مصر، موجودة كمحميات طبيعية والقانون محددها كمحميات طبيعية. احنا المساحات اللي عندنا في مصر مساحات محدودة، كل تقريبا اللي موجود عندنا في مصر بنتكلم على حوالي 1500 فدان على سواحلنا على البحر الأحمر كلها، وبالتالي هذا النوع من النباتات مهدد بالانقراض وليه دور كبير جدا في الحد من التغيرات المناخية. طيب ده يعني بخصوص التغيرات المناخية، ده الأكتر أكتر استفادة منه الاتزان البيئي، لكن هو ملوش تأثير مباشر مثلا بيستخدم في صناعة حاجة أو في أكل أو في أي حاجة من هذا النوع. بص حضرتك، أهلينا اللي بيروحوا البحر الأحمر وبيروحوا المحميات في مرسى علم أو بيروحوا محمية نب في جنوب سيناء أو محمية رأس محمد، موجود فيها المنجروف. وبالتالي هذا النوع من النباتات بيحمي الشواطئ من عمليات المد والجزر. أسماك القشريات اللي زي الجمبري وغيره كلها، البيئة الحاضنة لهذه الأسماك هي غابات المنجروف، تحت الغابات بتاعت المنجروف. فهو ليه أهمية اقتصادية كبيرة جدا. احنا من خلال البرنامج اللي احنا أطلقناه، ان احنا دلوقتي بنعمل بعض المشروعات الصغيرة عشان نحافظ عليه لتربية نحل العسل، عشان أهالينا السكان اللي عايشين حوالين غابات المنجروف ما يعملوش عملية تعقيب ليه وتدهور. وبالتالي يمكن حضرتك عارض صورة دلوقتي لنحل العسل، وده لأول مرة في مصر، عشان نحافظ عليه ونعمل قيمة اقتصادية منه ومشروعات صغيرة لأهالينا اللي عايشين حوالين هذه الغابات عشان يقدروا يحافظوا عليه. طب اسمح لي يا دكتور، معلش أسأل حضرتك عن مسألة تحويل المنطقة لمقصد سياحي، إيه اللي ممكن يتشاف في هذا المكان، ولا المسألة مرتبطة بالجو اللي بيظبطه المنجروف؟ لا، هو السياحة البيئية عادة في سواء في البحر الأحمر أو في شرم الشيخ في جنوب سيناء بيقضوا عادة يوم من ضمن البرنامج السياحي بتاعهم، بيروحوا محمية رأس محمد عشان يشوفوا المنجروف ويستمتعوا بالمنجروف. ايضا في منطقه مرسى علم نفس الكلام، ان هو بيروح يقضي يوم وسط الغابات بتاع المنجروف، بينزلوا يستمتعوا بالغابات الطبيعيه، منظر خلاب. مصر بلد عظيمه جدا، فعلا مصر العظمى. انت لما تشوف غابات المنجروف في الميه وخلفها سلسله جبال البحر الاحمر، منظر بديع مش موجود في اي مكان. احنا بنشوف الغابات وبنمشي فيها خصوصا في اوروبا، يعني في النمسا في المانيا، يعني منتشره جدا، لكن فعلا الغابات بصورتها البكر الخام مش موجوده في مصر غير في المحميات الطبيعيه. على مونا بشكرك جدا دكتور سيد خليفه نقيب الزراعيين، واتمنى ان انتم زي ما طلعتوا في البيان تتوسعوا في زراعه المنجروف ويفيدنا سياحه ويفيدنا اقتصاد ويفيدنا في الاتزان البيئي.